أخوتي أخواتي، السلام عليكم، مرحبا بكم جميعا. كنتمنى تكونوا على خير وبخير. إذا كتذكروا هذا لابلاج درت واحد الفيديو هذه تنظم 3 سنوات في 2018 كنظن. هذا واحد لابلاج اللي خاوي بزاف، واحد لابلاج اللي زوين، وهذا هو اللي زين فيه أنه خاوي مفيهش البيبي بزاف. ماشي كيستيون كنتبرز من البيبي، ولكن ملي كتكون بوحدك شي بلاصة كترتاح فيها أكثر من اللي كيكون تبرز كي غير شويه الناس شويه الكوبل. ولكن فوالا، هذا هو البحر الجميل. الموضوع اللي بغيت نهضر عليه اليوم، وهو ما كملش الفيديو الاخر ديال الانتخابات اللي كنت هضرت عليه المره اللي فاتت، وهو ديال الانتخابات اللي كنت قلت لكم يعني الانتخابات في المغرب راه ما خصهاش تفوت، وراه اللي غادي يمشي ينتخب راه كيشارك المهزله. الا كتعرفوا شكون هما المنتخبين في المغرب، هما اللصوص. المنتخبين في المغرب هما اللي سرقوا خيرات المغرب، المنتخبين في المغرب هما المسؤولين على ازمه المغرب، لان اللي جنبكم مثلا هذوك المنتخبين ما هو غير ممثلين، غير دي فيغورون، فوالا كيجيبهم النظام تيحطهم كيخدم بهم، يعني كيكمل بهم المسرحيه. المنتخبين والبرلمان هذاك الشيء كله ديكور ديال الفيلم كيقوم به النظام المغربي باش كيعطي واحد الصوره باش كيحاول يعطي واحد الصوره للاجانب، باش كيبغي يكذب على راسه. رحنا عندنا ديمقراطيه، رحنا عندنا وكيف ما بغيت نقول لكم، يعني اي انسان غيمشي ينتخب ولا غيشارك في الانتخابات راه حتى هو غيكون فيغيرون، حتى هو غيشارك المهزله. ملي غادي يخرجوا مثلا هذوك الشفار هذوك الكذابه غادي يخرجوا مثلا غادي يهضروا على الانتخابات غيقول لك وراكم انتوا اللي انتخبتونا. ولكن تصوروا ان حتى شي مغربي مثلا ما يمشي يشارك في هذه المهزله ديال الانتخابات، حتى مغربي نورمالمون حتى مغربي ماشي خص يشارك في هذه المهزله، اشنو غيوقع لذوك الناس؟ مثلا الا ارتكبوا مثلا شي جريمه ولا مثلا داروا شي حاجه اللي خايبه هما اللي غيكونوا مسؤولين عليها. دابا حنا مثلا كشعب ملي كنمشيو كنتخبوا مع كنتخبوا عليهم حتى حنا كنشاركوا في ديك المهزله، وهذا الشيء نورمالمون اللي خصو يوقع في المغرب. وراكم كتعرفوا يعني المهزله تتكرر وتتكرر وتكرر سنوات وسنوات وسنوات. راكم شفتوا مثلا اشنو جرف قبل الانتخابات، يعني الحكومه اللي كانت قبل ديال بن كيران، راكم شفتوا مثلا شنو كان طرا، راكم شفتوا التلاعبات والاموال. ودابا المشكل الاموال ديال النظام، فهمتي؟ الاموال كيشدها النظام، كيسرقها من عند الشعب وتيمول بها الانتخابات باش كيكمل المسرحيه، وباش كيكمل داك الديكور، داك الديكور الجميل، اجي وشوفونا، وباش داكشي يتنشر مثلا في القنوات الخارجيه، باش داكشي يتنشر في الاذاعات. اشنو غادي يقولوا؟ غادي يقولوا فوالا راه حنا على انتخابات ونجحات وكانت المشاركه كبيره والنسبه ديال المشاركه كانت كبيره، ولكن في الواقع ما كانت لا مشاركه لا والو، غير هما تيحاولوا يكبروا الارقام وتيحاولوا. حنا كنعرفوا حنا كمغاربه شي اي مغربي، شي داك الانسان اللي ما قاريش، اللي ما عمره ما جلس قدام السبوره، راه فهم شنو كاين في المغرب، وفهم القوالب ديال النظام، وفهم التلاعبات ديال النظام، فهم كيفاش اننا كنضحكوا على هذا الشعب، فهم ان كيفاش النظام كيستعمل الشعب باش كيضحك. ودابا تصور واحد القضيه، دابا النظام كيستعمل الشعب وكيضحك عليه، يعني بحال اش نقول لك، بحال دابا النظام كيقشب على الشعب الاستعمال ديالو. دابا النظام ماشي الشعب راه كيضحك عليه، ولكن تيخدم في صالح النظام، يعني هذه هي اللعبه هي يعني. وراه مثلا الى مثلا ماشي الشعب مثلا اللي اتخذ المبادره، وماشي حنا مثلا كشعب اللي اتخذناش المبادره، راه ما غادي شي واحد القضيه، الشيء اللي ما انتخبوش المغاربه ما غاديش يكون مشكل. علاش؟ لان حتى مثلا الى داروا هذوك الناس تجاوزات ولا خربقوا في المغرب ولا سرقوا اموال الشعب، ما غاديش يكون حنا عندنا مثلا الذنب في داك الشيء، لاننا حنا ما مشاركينش فيه. دابا فوقاش غادي يكون المشكل؟ وهي ملي غادي تمشي انت تشارك في الانتخابات وفي الاخر غادي تبقى تقول شوف شنو داروا لينا، وراك انت لانك انت اللي سمحت لهم، انت اللي شاركتيهم، انت اللي مشيتي حتى انت شاركت في المهزله. وواحد القضيه اخرى بغيت نقولها لكم، مثلا على عندنا الفقر في المغرب، ياك الفقر كاين في جميع انحاء العالم، الفقر كاين في جميع انحاء الدول، ولكن المشكل اللي كاين في المغرب وهو ان المغاربه بغاو يبقاو فقراء، عاجباهم ديك التفقاريه ومازال عاجباهم يبقاو وبغاو يبقاو فقراء. لان تجينا نشوفوا مثلا كون الشعب مثلا غادي ينوض يعني يثور ضد الفقر ويثور ضد التهميش، راه الفقر في جميع انحاء العالم، راه كاين شي ناس اللي عاجبهم باغيين يبقاو فقراء،
ولكن راه واحد النسبه كبيره اللي ما معطيهاش الفرصه، ما باغيش يبقى فوق، بغاو المبادره، بغاو حتى هما يعيشوا، بغاو يعيشوا واحد الحياه عاديه، بغاو يشوف. ولكن الشعب المغربي بكثرت هذا الشيء اللي عاش فيه ما بقاتش عنده ديك الروح ديال انه غادي يحلم بيوم جديد، ولا غيحلم بمستقبل جيد، ولا بمستقبل احسن من اللي عايش فيه. يعني الانسان المغربي ما بقاش عنده هذه القضيه، يعني الانسان المغربي تدمر، يعني ما بقاش عنده ديك النفسيه اللي كتفكر، ولا ديك النفسيه اللي كتقلب على الافضل، ولا ديك النفسيه اللي كتقلب على الاحسن. وهذا الشيء كله شكون هو؟ النظام هو سبب هذا الشيء. المهم الاخوه والاخوات، يعني الموضوع طويل، غير يعني تواجدت في هذا الصباح في هذا المكان، وبغيت ندير منه فيديو صح. الاخوه والاخوات كنتمنى يعجبكم الموضوع، والانستغرام ديالي راه غادي نخليه لتحت في الديسكريبشن. اللي بغيت تواصل بيا واللي بغيت تتصل معايا راه كاين الواتساب ديال، ماشي الواتساب، الانستغرام. اللي بغيت تواصل معايا راه كاين، يعني ساتواصل مع كل الناس بقلب مفتوح. في يعني الانسان، اي واحد عنده فكره جديده، عنده شي حاجه بغى يقولها، عارف شي حاجه بغى يقولها، وقعت لي شي حاجه بغاها تخرج مثلا الميديا، احنا كاينين هنايا. زعما بغيت نتخذ المبادره انني نبقى مثلا نبقاو نطرحوا المشاكل اللي كتبقى على الاشخاص، يعني حتى بعض الاشخاص كتبقى عليهم مشاكل خصنا نبقاو نهضروا عليها. اخوه الاخوات، كنتمنى يكون يوم سعيد، وتبارك الله عليكم، والى فيديو اخر، والسلام عليكم.